السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شباب في فيديو جديد مع أهم وأكثر ألعاب الجي آر بي جي أو ألعاب الآر بي جي اليابانية المنتظر صدورها أو صدور النسخ الأوروبية أو الأمريكية لها خلال عام 2019 طبعا بالنسبة لي. فقبل لا أبلش وياكم لا تنسون تدعمونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيه أو الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد فيها. للعلم راح أسرد لكم الألعاب من دون أي ترتيب. أول شيء عندنا لعبة Kingdom Hearts 3 اللي أغلب عشاق ألعاب الار بي جي ناطرينها بس تنزل، خصوصا بعد غياب دام لأكثر من 13 سنة على أجهزة الكونسولز، وهي بنظام الأكشن ار بي جي كالعادة ولها قصة عميقة جدا خصوصا في الإصدارين الأوليين مع باقي الإصدارات اللي نزلت على الأجهزة المحمولة، وفيها خلطة ما بين شخصيات عوالم ديزني مع شخصيات التابعة لشركة سكوير إينكس. للعلم القصة مو طفولية نفس اللي انتو تشوفونها، واحنا بانتظار صدورها على اجهزة البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 في تاريخ 29 يناير 2019، والشركة ما قصرت من كثر الدعايات اللي حطوها، مو باقي بس الا يحرقون علينا النهاية مالت القصة. اللعبة الثانية عندنا هي God Eater 3 اللي من تطوير مارفلس وبانداي نامكو انترتينمنت، فمن بعد صدور الجزء الثاني للسلسلة على اجهزة البلاي ستيشن فيتا والبي اس بي في اليابان عام 2013، ترد لنا هذه السلسلة بإصدار ثالث جديد كليا، ولكن هالمرة على أجهزة البلاي ستيشن 4 وعلى منصة ستيم في تاريخ 8 فبراير 2019، وهالمرة مع قصة جديدة وشخصيات وأسلحة جديدة. فإذا أنت كنت من محبي ألعاب الهنتينج بالطابع الخيالي عط فرصة لهذه اللعبة لأن من الممكن أنها تعجبك. للعلم هذا أول إصدار للسلسلة مطور خصيصا لأجهزة الكونسولز، على عكس الإصدارات السابقة اللي سوى منها بورتات على أجهزة الكونسول وهي كانوا أصلا صادرين على أجهزة محمولة. عندنا بعد إعادة إصدار الجزء الأول والثاني من لعبة The Legend of Heroes Trails of Cold Steel على أجهزة البلاي ستيشن 4، واللي من المفروض أنهم ينزلون في أوائل عام 2019. هالجزئين إصدروا على أجهزة البلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن فيتا في عام 2013 وعام 2014، وهي فرصة حق عشاق الجي آر بي جي يدخلون فيها خصوصا في هذه السلسلة الطويلة لأنها تعتبر من التايتلات الزينة في هذا المجال. للعلم نزل لها جزء ثالث بالإضافة إلى الجزء الرابع اللي نزل من فترة بسيطة في اليابان فقط إلى حد الآن، وما أعلنوا عن صدور النسخ الإنجليزية حقهم. وما يصير ننسى بعد لعبة Fire Emblem Three Houses اللي راح تصدر بشكل حصري على أجهزة النينتندو سويتش في الربع الثاني من عام 2019. هذا الإصدار يعتبر الإصدار السادس عشر للسلسلة والأول على الكونسولز من بعد جزء Fire Emblem Radiant Dawn اللي كان على أجهزة الوي، وهي بنظام الار بي جي التكتيكي، وإحنا بانتظارها من أول ما أعلنوا عنها في يناير عام 2017 مع جهاز النينتندو سويتش. وإذا أنت كنت من محبي الألعاب التكتيكية لا تطوف هذه اللعبة، وإذا أنت تحب بعدها من صعوبة في الألعاب وخصوصا في ألعاب الار بي جي التكتيكي لا تطوف هذه اللعبة، لأن من المحتمل أنها تكون من أحد أفضل الإصدارات لهذه السلسلة وخصوصا بعد عودتها لأجهزة الكونسول بشكل رسمي. وهم في ألعاب ثانية من المتوقع صدورها خلال هذه السنة أو على الأقل النسخ الغربية منها، بس لحد الحين ما في أي أخبار رسمية عنها تثبت أن هي راح تنزل خلال عام 2019. فمن مثل هذه الألعاب Persona Q2 New Cinema Labyrinth، وعندنا Shin Megami Tensei V من أتلس، وهم من استوديو Platinum Games اللي هو يعتبر أحد المطورين للعبة المترقبة والمعروفة باسم Grand Blue Fantasy Relink. وكلش ما أتوقع هالسنة بنشوف Final Fantasy 7 ريميك مع Kingdom Hearts 3. هذا حق الناس إذا سألوا ليش ما حطيت Final Fantasy 7 ريميك. فهذا كان كل عندنا في هذا المقطع في هذا الفيديو، نتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا بمشاهدته. أنتوا أعطونا رأيكم في قسم الكومنتات تحت، شنو الألعاب اللي أنتوا ناطرينها من هذا الستايل، ستايل RPG الياباني، وبنفس الوقت سواء من الليستة اللي انعرضت أو من الألعاب الثانية اللي أنا ما قلت عنهم، لأن في ألعاب ثانية غيرهم راح يصدرون خلال هذا العام. كان وياكم أخوكم طلال السعيدي، وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات جاية في المستقبل. نراكم إن شاء الله، مع السلامة.